بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما وعملا بالدين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أبنائي طلبة وطالبات كلية التربية الفرقة الثالثة شعبة بيولوجي، أهلا ومرحبا بكم في جزء من محاضرة جديدة من محاضرات تشريح النبات المتقدم، وسنتحدث فيها بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن الأعمدة الوعائية. وأذكر لكم أن انفصال الورقة الصغيرة أو خروج مسارها أو حزمتها الوعائية عن الأسطوانة الوعائية للساق لا يحدث إلا تغيرا طفيفا في شكل تلك الأسطوانة، أقصد بها الأسطوانة الرئيسية، بينما انفصال المسارات أو الحزم الوعائية التي تغذي الأوراق الكبيرة عادة يصحبه ترك فراغ محلها في الأسطوانة الوعائية الرئيسية يعرف بالفراغ الورقي. طبقا لوجود هذا الفراغ الورقي يمكن التعرف على الأنواع المختلفة من الأعمدة الوعائية. أولا أنا أما أتكلم عن العمود الوعائي بقول شكل الساق في الغالبية العظمى من النباتات أسطواني الشكل. أنا عارف في ساق مربعة وساق مثلثة، بس الشكل الغالب على النباتات الساق الأسطواني. الهيكل في هذا الجزء من النبات يتناسب مع هذا الشكل الأسطواني. بناء على ذلك الأنسجة الوعائية للعمود الوعائي في أبسط صورة لها تكون عمود وعائي مصمت أسطواني الشكل. يحيط فيه اللحاق بالخشب، يعني بقول حزمة وعائية مركزية الخشب. تفتكروا لما كنت بتكلم عن الحزم الوعائية وقلت حزمة وعائية مركزية، ودي توجد في الصراخص، حزمة وعائية قطرية وتوجد في الجذور، حزمة وعائية جانبية وحزمة وعائية ذات الجانبين. طيب تعالوا بس مرجع بيكم شوية كده، هو بقول حزمة وعائية مركزية الخشب. هذا العمود يعرف بالعمود الوعائي الأولي المصمت، أو المص أولي أو مصمت، يا إما مركز الخشب يا إما مركز اللحاء. مركز الخشب قلب من الخشب يحيط به أسطوانة من اللحاء، يا إما قلب من اللحاء يحيط به أسطوانة من الخشب، وبزي بقول عليه حزمة وعائية مركزية. طيب هذا من هذا النوع البدائي اشتقت باقي الأنواع الأخرى من الأعمدة الوعائية أثناء مراحل التطور المختلفة. هناك نوع آخر من الأعمدة الوعائية يختلف عن العمود الوعائي الأولي في وجود نخاع في الوسط. لما يوجد النخاع في الوسط يا شباب يقوم العلماء يسموه بيه عمود وعائي نخاعي أو عمود وعائي أنبوبي. هذا النوع مشتق من العمود الوعائي الأولي. درجة أو تمثل درجة من درجات التقدم التطوري عندما يتشقق العمود الوعائي النخاعي فيكون شبكة أو مجموعة من الأشرطة الطولية تسمى حينئذ بالعمود الوعائي النخاعي المجزأ أو العمود الوعائي النخاعي الشبكي. تطور العمود الوعائي أثناء تكوين الصور الثلاثة السابقة من العمود الوعائي في النباتات المختلفة، العمود الوعائي يمر بمراحل وسطية عديدة حتى يصل في النهاية إلى الصور الراقية وهي العمود الوعائي النخاعي شبكي أو مجزأ. المراحل المتوسطة اللي بتمثل تطور هذا العمود ألخصها بما يلي. أولا العمود الوعائي الأولي أو المصمت يا شباب اللي هو بروتو أور سوليد السيل، يمر هذا العمود الوعائي بمراحل تطورية عديدة خلالها يحدث بعض التغيرات الواضحة في العنصر الوعائي اللي هو الخشب، يمكن تلخيصها في الانواع الاتيه. عمود وعائي مصمت اللي هو الهابلو ستيل. طيب ابسط صور العمود الوعائي المصمت، يتخذ الجزء الوعائي من العمود في القطاع العرضي شكلا دائريا او زاويا متماثلا يحيط به اللحاء من الخارج احاطه كامله، ويوجد مثل هذا النوع في ابسط انواع الصراخس. عمود وعائي مصمت شعاعي الشكل، في هذا النوع يتخذ الجزء الوعائي من العمود هنا شكل الفصوص او الشكل النجمي الشكل او الشكل شعاعي الشكل، ويحيط اللحاء هنا ايضا بالخشب احاطه كامله، وتتكون طبقتين خارجيتين
احداهما تعرف بالاندوديرمس واخرى تعرف بالبيريسايكل. عمود وعاء مصمت صفائحي او مجزأ وحيد. في هذا النوع تنفصل الاذرع الخشبيه عن بعضها، تتوزع داخل اسطوانه وعائيه مكونه ما يشبه الشرائح او مكونه ما يشبه الصفائح الخشبيه، يتبادل معها او معهما وتحيط به، يعني خشب يتبادل مع لحاء، خشب يتبادل مع لحاء، تحيط به قطع من اللحاء، ويحيط هذه الاسطوانه من الخارج طبقه من الخلايا الاندوديرمس واخرى من البريسايكل، وينتشر هذا النوع من الاعمده الوعائيه في مجموعه الحزازيات الصولجات. قدامنا هو شكل القطاع عرضي في الساق الهوائية لنبات الزيلوطم. عمود وعائي مصمت صفائحي عديد بوليستيليك بليكتوستيل. في هذا النوع يحدث تجزؤ الاسطوانة الوعائية من النوع السابق إلى عدة اسطوانات، تنتشر داخل قشرة النبات، وتتكون كل اسطوانه في هذه الحاله من خشب ولحاء واندوديرمس وبريسايكل خاص بها، وينتشر مثل هذا النوع من الاوعيه في مجموعه الصراخص الرصانيه. فاكرين السلاجينيلا سلاجينيلز الرصانيات، وخدنا منها مثال الرص نبات الرصن السلاجينيلا. عمود وعائي اولي مختلط ميكسد بروتوستيل. هذه الصوره ذات أهمية خاصة حيث أنها بتمثل صورة انتقالية بين صورة الوعاء المصمت وصورة الوعاء ذو النخاع أو الأنبوب الشكل نخاع أو الأنبوبي. نجد أنه يتكون نخاع برانشيمي في الوسط، لكن تختلط معه عناصر من قصيبات الخشب أو قصيبات خشبية تراكيدز، تترتب باقي القصيبات الخشبية في طبقة خاصة بها تحيط بها من الخارج حاطة كاملة طبقات اللحاء والبيروسايكل والاندوديرمس. ويوجد مثل هذا النوع من الأعمدة في قلت في بعض أجناس مجموعة الصراخص زي رصنيات زي نبات الرصن اللي هو بنقول عليه سلاجينيلا. وهذا قطاع عرض اهوت في الساق بتاع السلاجينيلا. تلاقي بره يا شباب اهوت، انا شفتها من بره اهوت، ادا البشرة ثم القشرة ثم الاندوديرمس وادا البريسايكل وبعدين خشب وبيحيط به اللحاء. خشب ويحيط بالخشب يا شباب ليه؟ اللحاء. العمود الوعائي النخاعي او الانبوبي. يختلف هذا النوع عن النوع السابق في ان الخشب واللحاء هنا عبارة عن اسطوانة يشغل الجزء الداخلي منها نخاع مكون من خلايا برانشيمية على اساس طريقة ترتيب عناصر الاسطوانة الوعائية. اقدر ان اجسم هذا العمود الوعائي الى الانواع الاتية: عمود وعائي نخاعي خارجي اللحاء. انتبه، عمود وعائي نخاعي خارجي اللحاء. عمود وعائي نخاعي ذو لحائين. في ذو اللحائين الخشب في هذا العمود عبارة عن اسطوانة كاملة تحيط بها عدة طبقات من لحاء خارجي واخر داخلي، واللي قلت ايه؟ ذو لحائين. ايضا تتكرر طبقات الاندوديرمس والبيريسايكل بحيث تكون طبقات خارجية واخرى داخلية. ايضا بالاضافة الى النخاع الممثل في وسط العمود الوعائي يعرف مثل هذا النوع بالعمود الوعائي النخاعي ذو اللحائين وحيد الحلقة. انتبه علشان هاجي اتكلم بعد كده عن عديد الحلقات، انا بقول هنا وحيد الحلقة. وقد يتضاعف العمود الوعائي مكونا عدة حلقات خارجية مكونا نوع آخر يعرف بالعمود الوعائي ذو اللحائين عديد الحلقات. مثل هذه الأنواع واسعة الانتشار في أجناس بعض أنواع الصراخص بقول عليها بالصراخص المائية، وإحنا اتكلمنا عن الجزء ده في مجموعة الأرشوجونيات زي نبات المرسيليا. تعالى كده أده قطاع عرضي في الريزومة بتاعة المرسيليا هوت، ولاحظ كده اللي في الداخل خالص كده النخاع خلايا برانشيمية، خلايا برانشيمية. يجي بعدها اللحاء يغلف الخشب من الناحيتين او من الجانبين. طيب عمود وعائي نخاعي شبكي مجزأ. يعتبر هذا النوع من الاعمدة الوعائية اكثرها رخيا، حيث يتجزأ العمود الوعائي الى مجموعة من الحزم الوعائية، وذلك نتيجة لإيه؟ لتداخل الأوراق والأفرع الورقية وتكوين ما يعرف بالفجوات الورقية وفجوات الأفرع الجانبية. هناك ثلاث أنواع من هذا العمود الوعائي الشبكي.
عمود وعائي شبكي ذو لحاء خارجي بس، ذو لحاء خارجي فقط. ويوجد هذا النوع من الأعمدة الوعائية في التريديات زي الديل حصانيات، الإكواسيتيلز، زي نبات ديل الحصان الإكوازيتم. أثناء المراحل التطورية من تداخل الفجوات الورقية والفرعية للعمود الوعائي النخاعي ذو اللحاء الخارجي لتتجزأ أسطوانة الخشب مكونة حزم وعائية منفصلة أو حزم وعائية مجزأة. عمود وعائي شبكي ذو لحاءين وحيد الحلقة، وهتكلم كمان عمود وعائي شبكي ذو لحاءين عديد الحلقات. طب تعالوا في وحيد الحلقة، ينشأ هذا النوع أثناء تطور العمود الوعائي النخاعي ذو اللحاءين ووحيد الحلق، وذلك بتداخل الفجوات الورقية وكذا الفجوات والفرعية ليكون حزم وعائية ذات لحاءين مرتبة في محيط واحد، ويوجد هذا النوع في بعض الصراخص الأرضية. طيب ذو شبكي ذو لحاءين عديد الحلقات، يختلف هذا النوع عن النوع السابق في تكوين عدة محيطات الصراخص الأرضية الأكثر رقيا، وينشأ هذا النوع أثناء تطور العمود الوعائي النخاعي ذو لحاءين عديد الحلقات، وذلك بتداخل الفجوات الورقية والفرعية. طيب يا شباب، قدامنا كده هذا عمود وعائي أولي مصمت، عمود وعائي نخاعي أو أنبوبي. تعالى كده، أدي النجم الشكل، عديد الحلقات، عمود وعائي حقيقي، عمود وعائي حقيقي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.